الله سبحانه وتعالى bersama-sama melantunkan kasidah. Semoga dengan acara ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Apa yang menjadikan hajat kita, Allah senantiasa mengabulkannya, berikan kesehatan dan keselamatan. Dan insya Allah malam hari ini Allah menurunkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada adik-adik yang telah lulus dari SD Negeri Gedeng Sari, semoga diberikan kemudahan mendapatkan sekolah yang baru dan insya Allah tetap membawa nama SD Negeri Gedeng Sari dengan nama yang baik. Dan insya Allah anak-anak didik yang lulus pada tahun ini insya Allah bisa berprestasi di tingkat yang di tingkat kelanjutan. Amin Allahumma amin. Dan yang masih menimba ilmu, semoga menjadikan penyemangat dan insya Allah mendapatkan nilai dan prestasi yang bagus. Amin Allahumma amin. Liridha'illahi ta'ala wa liqada'i hajatina mana salafus salih wa ala ma nawaina wa ala kulli niyatin salihatin tawassulat وهدية ومحبة وتبركا وتشافعا بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسر للفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلى رسول المهاجر إلى الله محمد بن إسحاق ثم إلى رسول سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بألبي وأسون بفوري ثم إلى رسول الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقا ثم إلى رسول الحبيب أبو بكر بن سليم بحر الوجود ثم إلى رسول قد بن أنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وألي بارس ثم إلى رسول قد بن إرشاد الحبيب عبد الله بن أبي الأحداد ثم إلى رسول صاحب المال سند الدرر الحبيب علي بن محمد بن سن الأبسي ثم إلى رسول الحبيب علوي بن علي بن محمد الأبسي ثم إلى رسول الحبيب أنيس بن علوي بن علي الأبسي ثم إلى رسول الحبيب أحمد بن علي بن أحمد بافقي ثم إلى رسول أرواح والدينا ووالديكم وأموادنا وأموات وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم إلى الجنة ويسلم أمور المسلمين ويكفيهم شر المعدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت وفي خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى أهل القرية ديسا غندنغ ساري اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعمهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله 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 حبيبي رسول الله 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 Terima kasih.
Yorino, 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 Yorino,
nikah Gusti monggo sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa tatamami ilmi lahi salatan ka'imatan bitawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa tatamami ilmi lahi salatan ka'imatan bitawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bila Allahumma Sayyidina Yeah.
Kesehatan nurun mari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai tengah-tengah tanduran mari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai sallallahu صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ما ناح بدرا وقوم غيحا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وكل من حبيبي يوسف يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وكل من للنبي يسحى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وبلغنا كل ما ظل يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واتبع من الزمن ما تفرغ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قطع أوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب يعصى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي
علينا يسوق ولطيبة ذرفة أشخان فأتيت إلى حبيبي فحدا يا قلب ورفقان صلي على محمد السلام ليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي محمد السلام عليك يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله السلام يا رسول الله يا حبيبي يا الله قلب بالحق تألق وبغيره روى تألق يبكي يستغرقه وبعده الآية أسرى قلب بالحق تألق وبغيره روى تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأسرى إكرى يا محمد السلام يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا ربي الله سلام عليك يا يا طيبة تعد بصوابا لرسول الله محبا برالة السكنة روحي وديوان الآل محمد يا طيبة تجد بصوابا لرسول الله محبا برالة السكنة روحي وديوان الآل محمد السلام يا رسول الله
سيدنا النبي صلِّ وبارك عليك وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوانه برهان والمسود في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده ودمسانه. خلق الحق الهكمة مضوى عليها إنما وبسط من بين منة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فارسل إليه مسرف حلقه وأجل أبيني رحمة تلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب
فاندثرت آثار شرفه في عوالم سادتي والغيور صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة دهرت بهيكل محمود، فضعضرت بوجودها أكناف الوجود، وضرجت برد العوالم بدراي التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في ألم قدس واسع، تجليا قضى من دسال فضله في القريب والساسع. فله الحمد الذي لا تنحسر الافراد بدعدات، ولا يمل تكرار بكثره دردات، حيث عبرج من آلم امكان سوره هذا الانسان. ليتشرف بوجوده الثقلان، وتندثر اسراره في الاكوان، فما يسري تصن بقلبه منيب. إنا بها سوابغ بذل الله على هذا الحبيب. قنشا Bakal teko kule osang ngune maring Gusti kinantit nan budi bakal padang kagian rino sallu ala nabi Muhammad. Yo para kanca padha nindakna tuntunan agama eling sira namong saotoro kodleng
kanca bekti mring akamo titna tanduk lan ukara sotlat budi lagu utama sallu ala nabi Muhammad yo para kencang pondo nindakno tuntun dan akop Oh.
yo salat lima waktu lanang waton ayo demi tunggu kanggo sango ning akhirat muka muka pikanto syafaat ayo demi tumpuk
صلوا على النبي محمد. يا ذا قلب سروره قد دوان بحبيب أمن أنا من مالا جل من صرف شرف البجر بنور غمر الكون بهجة وجمالا. ودرك في الحسن على مقام ودناها في مجده ودعانا لا حدث العيون في مجتنده بشرا كاملا يجيح الضلالا وهو من فوق مما قد رعده رفعة في سعانه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعني وسبه اللسان ويحار في ذاقل مآنه الجنان اندثر منه من آلم البطون والظهور ما ملأ الوجود الحلقي نور. فتبارك الله من إنان كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فوج هذه البشارة فذرق بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بلا إن بليه النبي دي دلم سرقا senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin syafaat nanti dari neraka teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Janganlah jangan neraku, janganlah tunggu aku istiqomah bersolawat kepadanya. Janganlah jangan malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli. Berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya
syafaat Nabi Muhammad. Berbanyak salawat sampai di akhir hayat. Hadir di majlis salawat banyak manfaat. Insya Allah yang jomblo dapat jodohnya. Bersolawat kepadanya, jangan-jangan malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli salli gile-gile kita bisa melampaui
Rapopo jomblo, rapopo jomblo sing penting. Santri sing jomblo, santri sing jomblo krono bakal entuk bojo, bakal entuk bojo kaya Widodari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidah
jati kayu jati Kalimantan Hisantriwati ojo do pacaran mung dikembali mung dikembali di soyang sayang ora dirapi aduh kasihan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Solawatan numpak montar mabur meduning tegalan akeh sing podo tandur niat golek berkah karo nyicil golek kenalan bareng entuk kebetan mangane akeh karo ngantuk Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim daiman ala mada Wallahi wal ashabi man qad wahada Wallahi wal ashabi man qad wahada Peringatan kagem ibu-ibu Uwes tuwa-tuwa Podo seneng selfie Diunggah nang Facebook Instagram lan story Yuk ngenteni komen Dosipu balesi Anak nangis njaluk susu di semayani Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim daiman ala mada
selfie carane kurang trendy gayane dipaksake men kaya selebriti anak nganti rakopen mergo sibuk gayane seksi tiwas dandan seksi paketan entek orang ngerti salim wa salim ta iman ala mada salim wa salim ta iman ala mada wa salim wa salim iman qad wahada wa salim wa Kale bani murong kabehe ana limo siji wis payu rapi sing papat masih mencari sing donor bang saja rotok meri ora kuat dibuli nutuk ane kaya nutuk panci salim wa salim ta iman ala mada salim wa salim ta iman ala mada wal ali wal ashab iman wal wahada wal ali para jomblo ingkang dirahmati Allah. Zaman saiki ngeri. Ayo dodang rabi. Rasa pilih-pilih sing penting cocok ning ati. Yang wis resmi diramekke sak mriyae pengin urip rane longso selawatan ngundang bani moro salim iman ala mada salim kat solawatan seko awan wis taniati sarung koko kopiah ora lali minyak wangi barang tekan lokasi suasane isih sepi ento informasi acara newis wingi bengi salim wa salim ta iman ala mada salim wa salim ta iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali aku njaluk sepura bro pantun iki ra iso diwaca wis tak bolak baleni kok ya kok tetep angel diwaca penasaran ya
merko kesoan kopi salim wa salim ta iman ala mata salim wa salim فحين قرب أوان ودعي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Bistin
من شافي مثل عين أثر فؤادي وزن بداني بدري تجايا زين صلى على النبي محمد مقرب يا مصطفى المقرب يا رسول الله مقرب قلبي بحبك مقرب يا مصطفى المقرب يا رسول الله مقرب قلبي بحبك مقرب يا مصطفى ليبرز نورك منك في عالم الدهور نورك فاق كل النور وافد الحق حكم على من اتم الله عليه النعمه
من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحاضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من القور العين من قسم الله له من الشرف بالكسبة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق القلوب ديها بوجود المصطفى ولآلي كون أغسط والزرور قد تجدى. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا
إلهي يا إلهي ملعب النجاة وبلغ قول مقصر مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا وسيدي ولينا نجاة يا الله يا
قبل الجنة جدد كامي اكتب على مجلس مجلس يا الله يا الله يا رب الفنة ودبنك رسول الله شاء الله عليه السلام كل فلاش كامي كل فلاش كامي يا الله مرحبا يا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق أن كتابة بدو الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم إلى مقارب الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له سهل ولكم مذوي على المعنى الجز إذا دعاه المسكين عجبه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الغيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر تيبي تعطر تترك والمنازر وبأرف ذكري تغيب المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متعلق أزين الوجود أجملت في وسط الحبيب وسأني وله الأولى في متنه ومكانه صلى الله عليه أوصف إذ قد عالم وخدت على نزم الزوام بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم بواقي مولد نبي الكريم وهكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فهسن مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأكرم السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسل خدم غما يسن تقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. ولما نظم الفكر من دروري من دروري أوصوا محمد يد العقودا توجهت إلى الله متوسلا بشيخ وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي بأعمالي المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه نعمان فتعود ظافرة وعن باب عزة تحض الرحال فتخشاها منه الفيوض الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبلغ الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالته العالمين. أنت صلي وتسلم على دين قداد كامنة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك شامنة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن من كرم ومدخر قاسم إمدادك في عبادك وساكن قوس إرشادك لأهل ودادك سيد القونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة قدرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتبصر إليك بشرف مقامه العليم. أنت ناخذنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبنا بجميل رئايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب وإنا إليك وإلى هذا الحبيب غاية أماننا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نيتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائق الدباء من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافدين. اللهم إن لنا أدمى من رحمتك حاصت فلا تغرمنا ودننا جميلة هي مسجدنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقامنا لمذنبا منا بالغفران والمسيئا والسائنا والمؤمنا وأن تجعلنا ممن نسر هذا الحبيب وواده وعم بركة بشر بدحة أولادنا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منصورة ومعالم الإسلام والأيمان بأهلها معمورة مأنان وسور واكسب اللهم قربة المقربين واقضي دين المدينين واغفر وتقبل وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بمناة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيد بدأيين من عندك ونسرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا
واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخرج المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين آمين. وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واحضمنا منك بخير أجمعين وسلِّ وسلِّم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح ولقنب على آني وصحبي ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لوالدي آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan berkah bacaan maulid mugia sedaya ingkang kempal ugi rawuh wonten majelis menika dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang gemah ribah loh jinawi seger kuarasin awake selamat donya akhirate kabul sedaya hajate gampil rezekine akeh sedulure akeh duwike gampang sandang pangane sami nurut anak bojone sami rukun kalih tanggane subur kabeh tandurane bako lombok amin larang payune amin disepuro kabeh dosane amin lunga sedaya penyakite amin lan sing isih jomblo nang cepet jodone amin lan mugi-mugi sesepuh trisepuh pinaringan sehat paring yuswa ingkang berkah manfaat lan ugi sedaya lari-lari khususipun murid-murid SD Negeri Genting Sari dadosaken generasi ingkang ulil albab amin migunani dumateng tiyang sepuh lan nusa dan bangsa amin lan ingkang pungkasan mugi-mugi ingkang kembal wonten mriki ngantos paripurnaning acara monggo sami grutak-grutuk mlebet swarganing Allah taala amin Allahumma amin wa bi ridhaka wa bi rahmatika wa maghfiratik wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekeng gondor mugi-mugi selamat dugi panjang griya panjenengan masing-masing amin Allahumma amin al-aqlu al-aqlu Sultan
الفردوس قالت لن هذا الميم مزيد الأكل وما لما يريد والنوص قالت هل من مزيد والفكر بين عقلي ونفسي حالة الشك وسعي الأقل وما لما يريد والنفس قالت هل من مزيد والفكر بين عقلي ونفسي حالة الشك الأكل وما